اللعبه بيض النعام بكم؟ عارفينه؟ لا والله. لا عارفين؟ لا اشرح. بيض النعام؟ ممكن هي عندنا باسم عندك باسم. ايوه بيض النعام بكم؟ او اللي يقول بيض النعام بكم؟ تقول بالريال. الثاني يقول ايه ايه. امالي بكم؟ بريالين. ايه ايه. امالي بكم؟ احفظوا هذا الشيء ونمشي. اللي بيلخبط يا اخي انا ما احب اكذب احد. افهموا افهموا. بالكوره بس حيكون كيف يعني؟ اعطيكم مثال يا شباب بروفا الان ومثال ها يلا. ركزوا. انا بقول الحين ها بيض النعام بكم؟ انت تاخذها تقول إيه. لا تقول بريال. بريال ايوه. واختار اللي تبغاه ارميها له. بريال. ها ركز يا مجدي. هات هات هات. بريال. بريال. لا 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 تقول شيء. هو قال ايوه تقول ايه وتاخذها وترميها لواحد ثاني. ايه ممتاز. طب هو لما يرميها للثاني ذاك ايوه ايش يقول؟ بريالين. اها فهمت الان؟ عيدها. بروفا بروفا بروفا. يلا ركزوا معي. بروفا 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 بروفا. يلا هات يلا ها. بيض النعام بكم؟ بريال. اها امال بكم؟ لا هو يقول امال بكم؟ بريالين. لا هو يقول امال بكم؟ انا بس اقول انا بريالين بس. ايوه بريالين نبغاها سريعه. بريالين حبيبي أيوة. حبيبي اه خلاص فهمتوا؟ اها خلاص يلا ركز ركز بروفا اخيره اخر بروفا شباب لا احد ياخذ فريق كلمه فريق الاخر بسرعه يا شباب ها بدي ارجع بيض النعام بكم؟ بريال. اها امال بكم؟ لا بريالين بريالين امشي بريالين فضى ركز يمكن تجيك ايه بريالين ابو ذون عادي ما بقول امال بقول شباب بيض النعام انا بقوله انا بقول بيض النعام بكم اول واحد الاول يقول بريال الثاني يقول ايه الثالث يقول امال بكم اللي بعده يقول ايش بريالين ابو ذوق ايه امال بكم ثلاثه ابو ذوق سؤال امال بكم عادي اقول بدل ما اقول امال بكم اقول اجل بكم ما في مشكلة ما في مشكلة يعني المعنى أهم شيء المعنى يلا خلاص فارس مكانك غلط طيب روح كذا مجدي وسعوا كذا مجدي أنا عادي أرمي تعال مجدي هنا تعال مجدي هنا بس خلاص أيوة أنت المرة الماضية كنت تقول ما يمديك ترمي اللي جنبك المرة عادي ارمي اللي تبغاه ورط اللي تبغاه يلا اثنين من همثون اثنين من السارية اثنين من المجرة نشوف من يبقى لازم يفوز واحد يلا واحد بس واحد فقط الله كريم الله كريم واضحة نسوي بروفا انتهت خلاص يلا بيض النعام بكم؟ بالريال ايه امال بكم ريالين بريالين ايه امال بكم انت اي واحده تجيك لازم تقولها بيض النعام من يقولها انا بقولها بيض النعام بكم بريال ايوه اوكي بريال انا اقول بريال خساره يطلع برا انا اللي اقول ركز اخر مره اجين بيض النعام بكم بريال ايه امال بكم بريالين ايه مال بكم؟ علق خلاص بيفهم لازم 3 ريال اها مال بكم؟ 3 ريال اها امشي عد عد روح 4 ريال 3 ريال 4 ريال 4 ريال امشي انتوا ما قلتوا على العدد قلتوا عادي يعني 1 2 3 قاعدين امشي انتوا ما قلتوا بالعدد عادي اديني اقول ب 50 طيب انا مشيتها رياض شوف اعطيك صراحة مشيتها المجدي ومشيتها شوي تاخر رجال وانت عميتها طيب احنا شباب اليمين الان اذكروا الارقام عادي مدينة ريال لين نوصل مليون امشوا بالترتيب بالترتيب اكيد بريال لين ثلاثة اربعة اي تاخر اقصاء عادي ننهي اللعبة بخمس ثواني ايه ركز دقيقة يعني هذا النعام بكم؟ الجهة طيب معليش 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 اصبر اصبر هذا جالسين جنب بعض فريقين فارس تعال هنا لا لازم نغير فارس تعال هنا تعال هنا مجرة هناك ولا اي واحد ايوه بدل عشان يصير ما في احد جنب بعض بس عدل فارس فارس ادخل ما شاء الله تبارك طيب الله طيب نبدا الان التحدي بيض النعام شغلونا خلفيه همثون شويه عشان نسمعها ولا سيطره ولا اي شيء اوكي واحد اثنين ثلاثه وبيض النعام بكم؟ بريال اها بريالين مره امال بكم؟ فين راحت يا باشا؟ معلش يا اسف مع السلامه فارس تعال مكانه تعال مكانه فارس معلش ابو رزيقة يلا انا قلت لك اليمين دي مشفرة اللعبة هذه شوية تركيز يا ابو رزيقة بيض النعام بكم؟ بريال اها امالي بكم؟ بثلاثة ريال ايه وين راح ريالين؟ مع السلامة والله اللعبة سريعة الاعداد اللعبة سريعة لو كانت الاعداد يا شباب ايش فيكم انتم؟ انتم ايش فيكم بدلتوا الاثنين؟ يحبوني يحبوني يا مجدي عادي خلهم يحبوني عادي اثنين من المجرة من هو؟ واحد من همثون واحد من اساري مين مين ابو ديه مو موجود وينه ابو ديه خرج هزاع ادخل شوي ادخل ادخل شوي قدام ها
مجدي قدام شويه. طيب طيب تعال هنا هزع، تعال تعال هنا هزع كذا يعني. ابقى انا مكاني. طيب خلاص خلوكم كذا شباب، ركزوا معي ركزوا معي. الى الان المجره 2-1 ساريه 1 همثون. بيض النعام بكم؟ بريال. ايه امال بكم؟ بريالين. ايه امال بكم؟ 3 ريال. ايه امال بكم؟ 3 ريال. أربع ريال ريال مرتين. مع السلامة يا مجرة. أنا أبغى سهل مهمة على مكانك يا هزاع. إيش فيك تحرك؟ اثبت اثبت أبو رزاق. طيب يلا إلى الآن واحد من كل فريق. يا أخي أنتم منظركم يخوف ترى السكوريتية. ما عليه ما عليه، 3-1. إيه بيض النعام بكم؟ بريال. إيه أمال بكم؟ بريالين. برا انا اشوف برا اوقف انا تطلع انت ما ادري قلت هذا ريال بعدين يا اخي ما قلتها ثلاثة انا اوقف عشان ما قلت ثلاثة كاملة هزاع هزاع شوف ريالين قال بريالين ايوه ما قلتها كاملة ترى اي واحد يعترض مالك علاقة اي بس الان لو شبه خطأ منك بطلعك معلش لان بس اوقف شبه خطأ من غيري يا ربي يا كريم انا حكم لا حد يتكلم انا حكم انا حكم بيض النعام بكم؟ بريال ايه امال بكم؟ بريالين ايه امال بكم؟ 3 ريال ايه أمال بكم؟ 4 ريال إيه أمال بكم؟ 5 ريال إيه أمال بكم؟ 6 ريال إيه أمال بكم؟ لارمي كرة زي الناس سوالك إيه سوالك كذا باص عيون كمل كمل فين وصلنا؟ فين وصلنا؟ 6 7 7 ريال 7 ريال إيه أمال بكم؟ 8 ريال إيه 9 ريال أمال بكم؟ ما قال مجد ما قلت أمال بكم؟ واو 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 طيب خلاص سكرتية 2 على طول لف لف دايما باقي لك خطأ واحد يا إما خطأ واحد من أي ناحية افهمني الرمية إذا كانت خاطئة بتطلع برا أنت باقي لك رمية خطأ غير الإجابة لأني أنا مشيتها طيب أما أي خطأ يخسر أي واحد منكم نبدأ بيض النعام بكم؟ بريال إيه أمال بكم؟ بريالين إيه أمال بكم؟ 3 ريال إيه أمال بكم؟ 4 ريال إيه أمال بكم؟ 5 ريال إيه أمال بكم؟ 6 ريال إيه أمال بكم؟ 7 ريال إيه أمال بكم؟ أسرع 8 ريال إيه أمال بكم؟ 9 ريال إيه أمال بكم؟ 10 ريال طيب الآن نفس اللعبة بس الأرقام تبدأ من 20 ونازل 20 نازل ايوه يعني تقول بيض النعام بكم؟ 20 ايه ايه امال بكم؟ 19 عشان تلخبطون طيب تمام واضحه يعني يلا نبدا بسم الله على بركه الله بيض النعام بكم؟ 20 ايه امال بكم؟ 21 لا امال بكم؟ 21 وهي هي هي قول والله والله ما سمعت يا شباب الكنترول انا ما سمعت انا حسب 21 والله ما سمعت يقول ما سمعني ما سمعت والله انا قلت انا مثلت قلت 20 19 والله ما سمعتك والله قالها والله ما بكذب شوف انا عادي ترى ما في مشكله ارجع مكانك ما مشكله شباب يقول ما سمع وحلف ما اعرف حلف المشكله ما ودي الحلف والفرحه اللي هي والله ما اعرف ما اعرف دقيقه الفرحه ذي وانا ابيعها اصبر اصبر احنا عشان درجات هذه درجات مفصليه وتؤدي الى النهائي هذا ما اعرف والله شباب الكنترول اعطونا توجيه معليش ما انت مركز ومعليش يقولون تفضل طيب ما في مشكله بس لان بس انا قلت ترى بس عادي واحده بوحده تحت يعني عادي الضربه دي كانت واحده له لا لا الضربه وهذه ثاني لا لا شوف الرميه واحده بوحده بس اسمع فارس بالنسبه للرميه ايش قلت لك انا باقي له رميه اذا هذه تديني واحده انا ماني مركز ماني معاك الخطف هذا يطلع الرميه رميتين حيطلع من عندي طيب شكرا لكم شكرا لكم الان والله ما سمعت والله لعبه جماعيه الفريق